في التلفزيون شلناه وحطينا هاي الصوفة اللي كانت هون حطينا وهاي لها ما ضل عنا تلفزيون بس جبنا مرحبا كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو حبايب قلبي بدنا نغير ديكور الغرفة، يعني بدنا نشيل التخت من هون وبدنا نحطه، يعني بدنا نعمل زاوية تصوير تكون مرتبة لأنه هون التخت وما في زاوية للتصوير ومو مناسب هون. واليوم بدنا نغير ديكور كله من عادة، يعني الخزانة لأنه ما بنحسن نشيلهم تقيلين. حبايب قلبي بتمنى منكم انكم تشاهدوا الفيديو للآخر وتحطوا لايكات وتكتبوا كل واحد 10 تعليقات مشان يرتفع الفيديو، لأنه كتير لأنه بالفترة الأخيرة نزل التفاعل كتير وهذا الشيء عم يأخرنا لنزل الفيديوهات. فبتمنى منكم كل واحد يحط لايك للفيديو ويكتب 10 تعليقات ويشاهد الفيديو للآخر حتى يرتفع الفيديو. ولا تنسوا اللايك والشير سبسكرايب، تضغط على جرس التنبيه حتى يصلكم كل شيء جديد. بنحبكم. يلا نبدأ الفيديو. هلا حبايب قلبي بدنا نشيل التخت ونحط. قبل ما نشيل التخت معنا بده يساعدنا أبو الكيف. مرحبا كيفكم؟ إن شاء الله تكون بألف خير. ولا تنسوا اللايك والشيك وسبسكرايب. شيك؟ شير. لا تنسى الشيك، اهم شيء الشيك. شيك يعني مثلا. هلا خلينا نبدا. اول شيء نشيل، انت لو سمحت لا تدخل دور الشغلات وتخليك لي شغلات بالنتيجة. انت بتشيل الكمبيوتر هلا. ما بيكسرنا يا لا، خليه لحاله احسن له، بشيل السفنجات احسن له. قلنا بالتعليقات بعد ما تشوفوا النتيجة النهائية أيو أزبط، هذا الديكور اللي عملناه ولا اللي بدنا نعمله؟ ها هذا أبو الكيف، أنا بعرفك تشتغل. لا توقع. طب يلا أبو الكيف عشنا. أول شي بنشيل هديك صدق نزل، بنشيل الكمبيوتر. بسم الله. انت ما بتعرف تتكي انا حكي. ايه لا مثل مين؟ مثل ابو طول النهار قاعد على الكمبيوتر ومثل ابو المفهومين، بخرب ما بينفرد. انا صلحت لك يا شايف، بس السرعة الممكنة وفرت عليك شي 500 ورقة. يعني وبيضل يصلح وقاعد على الكمبيوتر وبيلعب، يعني بيفهم له نحن بنقعد زمنا نلعب نقعد نلعب لعبة واحدة وبس، هو طول النهار والليل قاعد عليه. قاعد عليه يعني لعب عليه وقاعد عليه. ايوه 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 فهمت عليك فهمت عليك. ايه انتوا ما بتعرفوا هاي وين بدي احطها ابو الكيف؟ بتعرفوا كنتوا هاي وين بدي احطها؟ هلا تسرق ايدي. ما بتعرفي وين بدك تحطيها هدية؟ لا لا حطيها هون. لا هون احطها. عم تفاهم عم تفاهم. شوفي بسم الله خواتيني وحكاش ما بتعرفوا بشي. كسرت ايدي ليكو ابو الكيف. شو عملنا؟ عملنا الكمبيوتر الف شقفة، عم يعمل حاله مثل ابو المفهومين. بالله عليك صلح لكان صار رجع خلنجل جديد رجع. هلا انت بتعرف تصلحه؟ ايه بتعرف. بس ايدك انا بعرف تصلح هاي القطعة. هلا بحطها صار تصلح يعني فاهم. هاي بتحطها ولا فكرتك بدك تشيلها؟ ابو المفهومية مو هلا بدل ما تصلح تخرب. ايه لا ابو المفهومية. هلا بدي اساوي لكم الدار كثير حلو. ليش بدي اشيل صوركم؟ لا دخيلك انت بس ارتاح من صوتك. تعال شيل معي. شو شيل معك؟ هلا عم تتفاهمي على هاي؟ استغفر الله. لا والله طالع على اخر ابو المفهومية. عم تتفاهمي على هاي وما راح اقدر اشيلها. حد نزل الكمبيوتر اذا انكسر بدك تدفع حقه. فوق بده ايانا حزره شو نحطه فوق التخت وبدنا نقيم التخت لهنيك. شيل بيني وبينك لشيل التخت. وقفي انت بس طلعي برا شوي انا بشيلي. طب شيل. خلي ابو الكمبيوتر. ما قدرت اشيلها. يلا رح شيل ما بعرف. بابا اي تري.
مرة شو عملت بس ما انتم من مكانه بس رفعته وكنست تحته شايفين ما اشتغل ما شاء الله عليك انا شفتك طال على اخوك ابو كيف هاي شيلي العازل وشيلي لي كل شيء تحت التخت خلينا هاي شو بعرف بس خليني اشوف هاي شو طالع من فوق يعني امه امه شكل ابوك هاي عم محاول امه شو يا شاعر طلعت غبي شيلوني يلا بسم الله يا ويلي يا ويلي تعالوا معي زمان خبطت بالبيت ايد هون مكان الكمبيوتر انسب لي تعالوا شوفوا شو عمل ابو كيف ليكو قطع بخرب قطع فيش الكمبيوتر اليوم ما راح يتمنتج الفيديو هلا بالضبط لازم تقولوا له ما بيصير هيك شو تعال ما بيصير هيك تمام يلا ركبوا مثل ما خربتوا كيف تصلح الفيشي يعني شلون بدي اشيل الكربجه هاي البعضه استغفر الله مين الكربجه مين انت مين انا مشكلته ابو الكيف انه بيكذب كثير مثل واحد رايح يخطب عندي سياره وعندي بس لكم شو مشكلتي اني بكذب كثير ما بتضحك هي من قال لك تضحك اختي انت شو ده كهربت الكهرب وما انا محطوط بالكهرب لا كذبت يعني وزنها شي 200 كيلو كيف هاد هيك المنظر مو ارتب وحسيت الغرفه فضيت من هون بس من هون لا حبايب قلبي تعالوا شوفوا خاله شو رسم لي امبارح رسم لي اياها هاي الرسمه بس مو خاله ابو جاسم ولا خاله ابو عمر خاله مو الكبير بعد الكبير بعد الكبير ليه واعطونا رايكم برسم خاله طبعا انا ما رح اقول واو لان شفته امبارح خفيف دم ما شاء الله عليك شوف كيف الصوره مصغره يا ابلا بدي اتعلقها على لانه رسم لي اياها اعطونا رايكم فيه حلو ولا لا اعطونا رايكم بديكور الغرفه اللي انا عملته ما حدا ساعدني فيه هذا هو الديكور الاخير اعطونا رايكم هون حطينا الكمبيوتر وهون حطينا طاوله مشان الدراسه مشان ادرس انا وهون التخت مشان نعم عليه يعني لك قال الدباديب عاملين احلى اسراء اي الغرفة صار تغيير بسيط بهي الغرفة رح نفرجكم يا هون كان في التلفزيون شلناه وحطينا هاي الصوفة اللي كانت هون حطينا وهي لها ما ضل عندنا تلفزيون ما ضل عندنا تلفزيون بس جبنا شاشة ما في مبروك الكل يكتب لنا بالتعليقات الف مبروك الف مبروك حلوة؟ قولنا رايكم بالتعليقات اذا حلو الديكور الغرفة والديكور كمان تبع الغرفة تبع غرفتنا كمان اعطونا رايكم فيه حلو ولا لا هذا هو الديكور الاخير اعطونا رايكم فيه هذا احلى واللي قبل احلى ولهنكم انتهى الفيديو لا تنسوا تكتبوا 10 تعليقات وتحطوا لايكات للفيديو وتشاهدوا الفيديو للاخر ولا تنسوا اللايك والشير سبسكرايب تضغط على جرس التنبيه حتى يصلكم كل شيء جديد بنحبكم وانتظرونا بفيديوهات جديده باي